دلوقتي حوار في الولا حاجة مع صبري زكي على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي. دونا عن خلق الله، فمصر عندنا حاجات كتير بنعتبرها حاجة وهي ولا حاجة. علشان كده عملنا لكم حوار في الولا حاجة. الابتكار واخد وضعه جدا معانا، يعني مثلا احنا اللي ابتكرنا وصلة الدش عشان نشوف القنوات المشفرة، وبرامج فك الشفرة بتاعة الموبايلات، وحتى ابسط الحاجات برضو ابتكرناها. يعني مثلا احنا بنزود الشامبو مية لما يكون في اخره، وبنضرب البرفانات الغالية بالتركيبة حتى الاكل. يكفينا فخرا ان احنا اللي عملنا الكشري، والكشري بالكبدة وبالسجق وهكذا. كل ده يدل ان احنا عندنا حلول وعلاجات لأي حاجة صعبة او بتضايقنا. فممكن جدا نبتكر في الدراسة وفي الشغل، هنلاقي الابتكار ده بقى حاجة مش ولا حاجة. حوار في الولا حاجة مع صبري زكي على انرجي 92.1. رمضان محتاج انرجي.